ونائب عميد معهد الفضل العالي للعلوم الطبية. ما حصل عليه أستاذنا الفاضل هو دكتوراه في الفلسفة الإسلامية كلية دار العلوم جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية. وأهلا وسهلا بكم جميعا، ونبذة تعريفية عن الجمعية الأردنية للإعجاز في القرآن والسنة. أسست في نهاية عام 1431 للهجرة، 2010 للميلاد، تعمل في مجال الإعجاز في القرآن الكريم والسنة المطهرة، فيها تدبر وتفقه في آيات الله المسطورة والمنظورة، أكثر من 199 محاضرة تم تنفيذها، و23 يوما علميا أصدرت الجمعية فيها 12 عددا من مجلة بينات، وعلاقات واسعة مع المؤسسات والشخصيات ذات الصلة بالإعجاز حول العالم. حياكم الله جميعا، ونعطي الميكروفون لأخينا الفاضل الأستاذ الدكتور عادل الحيدان، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، بداية أتقدم بالشكر الجزيل للأخوة في الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة على إتاحة هذه الفرصة الطيبة للحديث حول آية من آيات القرآن الكريم، والله أسأل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا. المحاضرة عنوانها من محورين: المحور الأول قول الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. والمحور الثاني سأتحدث بشكل مختصر عن علاقة القرآن الكريم بالعلم، أو علاقة العلم بالقرآن الكريم. بادئ ذي بدء مسألة الإعجاز في القرآن الكريم أو المعجزة بشكل عام، من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن حكمته أن بعث أنبياء ورسلا وأنزل عليهم كتبا، ومن رحمته تعالى أن أيد هؤلاء الرسل والأنبياء بمعجزات تكون دليلا على صدقهم، وحتى لا يتكلم كل من هب ودب ويعتدي على مقام النبوة ويدعي أنه نبي وقد كان هذا رغم فقدهم لهذه المعجزات. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه المعجزات تتناسب مع طبيعة القوم الذي بعث إليهم النبي أو الرسول، وأن تكون هذه المعجزة وهذا التحدي في مجال العلم الذي برزوا به والذي تفوقوا به. فكانت معجزة موسى عليه السلام مثلا أشبه بأعمال السحر الذي كانت منتشرة في قومه في ذلك الوقت، وكانت معجزة عيسى عليه السلام قريب لمهنة الطب وأعمال الطب، لأن الطب كان منتشرا في ذلك العصر، إلا أن بعض الأمراض كان الأطباء يعجزون عنها مثل الأكمة والأبرص. فأيد الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام بهذه المعجزة حتى تكون دليلا على صدقه وإعجازه لهؤلاء القوم. و
معجزة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت معجزة خالدة وما زالت وستظل إلى قيام الساعة، هي معجزة القرآن الكريم، لأن القوم برعوا في هذا العلم وفي هذا الفن، فجاء التحدي من العلم الذي برعوا فيه وتقدموا فيه واشتهروا فيه. فمن ضمن هذا الإعجاز الذي اعترف به العرب وهم أرباب الفصاحة والبلاغة، عندما وجدوا أن القرآن الكريم رغم أنه يتألف من هذه الأحرف التي يتحدثون بها ويتكون من هذه اللغة التي يتكلمونها ويكتبون بها قصائدهم وأشعارهم وخطبهم، إلا أنهم وقفوا أمامه عاجزين معترفين بإعجازه في نظمه وفي تركيبه وفي أسلوبه وفي بلاغته، فاعترفوا بذلك ووقفوا حيارى أمام ذلك، وكانوا يجتمعون ويفكرون بماذا ينعتون القرآن، هل يقولوا أنه سحر أو شعر أو 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 إلى غيره، لكن كانوا فيما بينهم يتفقون عليه، حتى قال قائلهم هو الوليد بن المغيرة: والله أن له لحلاوة وأن عليه لطلاوة وأن أعلاه لمثمر وأن أسفله لمغدق وأنه يعلى ولا يعلى عليه، بمعنى أنهم كانوا معتقدين بإعجازه وبقوته وأنهم لا يستطيعون الإتيان بمثله. وقد تحدهم القرآن الكريم أن يأتوا بآية أو بسورة أو بمثله، فوقفوا عاجزين ولم يستطيعوا، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله إلى قيام الساعة. ومع ذلك ومع إيمانهم بمعجزة القرآن الكريم الخالدة، إلا أنهم طالبوا في هذه الآية التي حكاها الله سبحانه وتعالى عنهم، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام معجزة حسية، وهي من سبيل التحدي والاستهزاء، وإلا هم كانوا يعتقدون أنهم لا يستطيعون الحديث بمثل هذا القرآن، ويعلمون أنه معجزة ويؤمنون بنظمه وتركيبه وأسلوبه، ولكن من باب العناد ومن باب الاستهزاء ومن باب السخرية حكى الله ذلك عنهم، فقالوا أو قال الله عنهم في القرآن الكريم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، ولو هنا حرف شرط يلزم لها جواب شرط، وقد ترك الحق سبحانه وتعالى جواب الشرط هنا اعتمادا على يقظة المستمع، وإن كان مثل هذا القول ناقصا حين ننطق نحن به فهو ليس كذلك حين يأتي من قول الله سبحانه وتعالى، فهو كامل في من تكلم. وقد تركها ليقظة المستمع للقرآن الذي يبتدر المعاني ويتذكر في هذه الآية قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وكذلك قول الحق تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، يعني لو نزلت ملائكة إلى هؤلاء الناس وكلمهم الموتى، لو بعث الله سبحانه وتعالى الموتى وتكلموا معهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وعندما طلبوا هذا الطلب إذن من هذه النظائر لتلك الآية الذي نحن بصدد الحديث عنها، نأخذ جواب الشرط المناسب لها من تلك الآيات، فيكون المعنى: لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لما آمنوا، يعني حتى لو حصلت هذه الأشياء التي طلبوها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما آمنوا ولما أسلموا، لأنه لم ينقصهم الدليل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب الاستهزاء ومن باب السخرية. ويروى في سبب نزول هذه الآية أن بعضا من مشركي قريش مثل أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية جلسا خلف الكعبة وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال لها عبد الله: إن سرك يا محمد أن نتبعك، إذا أردت أن نحن نتبعك وندخل في هذا الدين
فسير لنا الجبال، ابعد لنا الجبال. الذي يدرك، الجميع يعلم أن مكة حولها جبال من كل الاتجاهات، فهي أرض ضيقة حولها الجبال، فطلبوا أن يبعد منهم الجبال. فقالوا إذا سرك أن نتبعك، إذا وانت تشتي نحن نتبعك وندخل في دينك، فسير لنا جبال مكة بالقرآن، ابعدها عنا، فأذهبها عنا حتى تنفسح، يعني حتى تكون لنا أرض واسعة، تكون لأن الأرض هنا ضيقة. قالوا واجعل لنا فيها عيونا وأنهارا حتى نغرس ونزرع. وذكروه بالأنبياء السابقين، قالوا فلست كما زعمت بأهون على ربك من داود حين سخر الله له الجبال تسير معه، وأنت يعني من تش أقل من داود، يعني داود كانت الجبال تسير معه، أنت لماذا لا تبعد عنا هذه الجبال؟ وسخر لنا الريح فنركبها إلى الشام، نقضي عليها حوائجنا ثم نرجع من يومنا، بدل أن نذهب 3 شهور ذهابا وثلاثة إيابا رحلة الشتاء والصيف. فقد سخرت الريح لسليمان بن داود، ولست بأهون على ربك من سليمان. قالوا وأحيي لنا قصيا جدك أو من شئت أنت من موتانا. لاحظ، قالوا فنسأله، يعني أدم حتى لو يبعث لهم واحد من أجدادهم وأبائهم الذين ماتوا، حتى لو بعثه الله قالوا يسألوه يتأكدوا أحق ما تقول، يعني لو واحد جاء من الميتين يقول هذا ما يقوله محمد هل هو حق؟ يعني بمعنى حتى لو هذا الميت رجع لما آمنوا مباشرة، لكن أدم مش يسألوه أحق ما تقول أنت أم باطل؟ فإن عيسى كان يحيي الموتى، كانوا يذكروا بمعجزات الأنبياء السابقين ويقولون أنت لست أقل منهم. فإن عيسى كان يحيي الموتى ولست بأهون على الله منه، يعني من تش أقل منه. فأنزل الحق سبحانه وتعالى هذه الآية وما قبلها للرد عليهم، وكانت كلها مسائل يتلكؤون بها ليبتعدوا عن الإيمان. جاء في أسباب النزول للواحد أنه عندما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الطلبات نزل عليه الوحي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله أن الله قد أوحى إليه، ويمكن أن تحدث هذه الأشياء التي طلبوها المشركون. فخير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أن تلبى هذه الطلبات التي طلبوها وبين باب الرحمة، فيدخل من أصلابهم أو منهم من يؤمن بالله، فاختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اختار باب الرحمة حتى لا يعذب بها هؤلاء القوم، لأنه لو تحققت هذه الطلبات ولم يؤمنوا لأنزل الله سبحانه وتعالى عذابا عاجلا عليهم. فكان الأسلم أو الأصلح لهم أن يكون في باب الرحمة، وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأمته. فهم طلبوا هذا الطلب وهم لا ينوون الإيمان، طلبوا أن تبتعد جبال مكة ليكون الوادي فسيحا، ليزرعوا ليحصدوا، وطلبوا تقطيع الأرض أي فصل بقعة عن بقعة، وكان هذا يحدث بحفر جداول من المياه. وقد قال الكافرون لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، كما جاء في سورة الإسراء. والمراد من تقطيع الأرض حسب مطلوبهم أن تقصر المسافة بين مكان وآخر، بحيث يستطيع السائر أن يستريح كل فترة، فالمسافر يترك في كل خطوة من خطواته أرضا ويصل إلى أرض أخرى، وكل يقطع الأرض على حسب قدرته ووسيلة المواصلات التي يستخدمها. فالمترف يريد أن يكون المسافة كبيرة بين قطعة الأرض والأخرى، لأنه يملك الجياد التي يمكن أن يقطع بها المسافة بسهولة. أما من ليس له مطية فهو يحب أن تكون المسافة قريبة ليستطيع أن يستريح. ونلحظ أن ذلك في زماننا المعاصر، فحين زاد الترف صارت السيارات تقطع المسافات والطائرات وغيرها.
ومثل ذلك قد حدث في مملكة سبا في اليمن بقول الله سبحانه وتعالى في الحديث عنهم: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، أي اجعل المسافة بين مكان وآخر بعيدة كي يتمتع المسافر القادر بالمناظر الطيبة. ولاحظنا أيضا تمادي المشركين من قريش في طلب المعجزات الخارقة بأن طلبوا إحياء الموتى في قول الحق سبحانه وتعالى: أو كلم به الموتى. وبعضهم بالتحديد طلب إحياء قصي بن كلاب الجد الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولقريش ليسألوه كذلك، يعني حتى لو بعث هم يريدون أن يسألوا ليسألوا كذلك أحق ما جاء به محمد. ولكن القرآن لم يأتي لمثل تلك الأمور، وحتى لو كان قد جاء بها لما آمنوا، يعني بمعنى القرآن والله سبحانه وتعالى يتحدث عن ذلك عن موقفهم وهو أعلم بهم، أنه حتى لو حصلت هذه الطلبات التي يطلبونها لما آمنوا. فقال الله سبحانه وتعالى: بل لله الأمر جميعا. وكلمة أمر تدل على أنه شيء واحد، وكلمة جميعا تدل على متعدد. وهكذا نجد أن تعدد الرسالات، تعدد المعجزات، إنما يدل على أن كل من أمر تلك الرسالات إنما صدر عن الحق سبحانه وتعالى، وهو الذي اختار كل معجزة لتناسب القوم الذين ينزل فيهم الرسول كما أسلفنا سابقا. ويتابع سبحانه وتعالى في الحديث عن هذا الموقف ويصوره لنا في القرآن الكريم: فقال أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وكلمة ييأس قال المفسرون أنها هنا بمعنى يعلم، أفلم يعلم بمعنى يعلم هنا ييأس، فهي لغة بلهجة قريش، أي ألم يعلم الذين آمنوا أن هؤلاء الكفار لم يهتدوا، لأن الله لم يشأ هدايتهم، وكان المؤمنون يودون أن يؤمنوا صناديد قريش كي يخف الجهد عن الفئة المسلمة، فلا يضطهدونهم، لا يضايقونهم، لا يعذبونهم، لا يقتلونهم. ويوضح الحق سبحانه هنا أن تلك المسألة ليست مرتبطة برغبة المؤمن من هؤلاء، بل الإيمان مسألة تتطلب أن يخرج الإنسان ما في قلبه من عقيدة فاسدة. هؤلاء الكفار لم يستطيعوا التخلي عن العقائد الفاسدة الذين عشعشت في عقولهم والذين تربت عليها قلوبهم، تربوا على هذه العقيدة الكافرة ولم يستطيعوا الزحزح عنها، لم ينظروا إلى القضايا بتجرد ما يقتنع به، ما يدخل في قلبه. وبذلك هكذا إذا أراد الإنسان أن يغير من موقفه، أن يكون صادقا، أن يتقبل ما هو جديد، أن يتقبل أي عقيدة قادمة أو فكر قادم، يجب أن يكون عنده نظر وحياد وموضوعية حتى يتقبل الأفكار الجديدة. لكن هؤلاء الكفار ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم لم يستطيعوا الخروج من أفكارهم السابقة، من عقيدة آبائهم وأجدادهم الذي تربوا عليها، بالإضافة إلى ذلك أنهم لم يرغبوا بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في هذا الدين الجديد الذي أتى بتعليمات جديدة لا يرغبون فيها، مثل المساواة بين الكبير والصغير والغني والفقير. نعم صوت مش طالع. ويقرر الحق سبحانه وتعالى أن هذا الدين الذي أتى بهذه العقيدة وبهذه الفضائل وبهذه الأخلاق التي لم يتقبلها هؤلاء الناس، ولم يتقبلوا الإيمان بها ولم يؤمنوا بها ولا توجد عندهم استعداد حتى للإيمان بها، حتى لو تحققت هذه المطالب التي كانوا يطلبونها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن كل هذه الطلبات كانت من باب التعنت، هذه الطلبات التي طلبوها كانت من باب التحدي، هذه الطلبات كانت
من باب الاستهزاء بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكأنه أقل من الأنبياء السابقين كما ذكر في الحديث عنهم. إذن هؤلاء المشركين ومثلهم يتكرر في كل زمان ومكان. كثير من الناس حتى إذا أقيمت عليها الحجج الدامغة لا يستطيع التخلي عن أفكاره، لا يستطيع التخلي عما يعتقد، لا يقبل بتغيير هذه الأفكار حتى لو أقيمت عليه الحجة، حتى لو أقيم عليه الدليل. فهو بهذا الكلام يشبه المشركين الذين تحدث الله عنهم سبحانه وتعالى في هذه الآية، وبين أنهم غير قادرين على الدخول في دين الإسلام، أو غير راغبين في الدخول في هذا الدين، وغير قابلين على التنازل عن مبادئهم وعن عقيدتهم التي يؤمنون بها حتى لو أقيمت المعجزات، لأنه لا ينقصهم هذا الإعجاز ولا ينقصهم إقامة الحجة. فهم يعتقدون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صادقاً، وأنه أميناً، وأنه أفضلهم، وكانوا ينعتونه ويسمونه بالصادق الأمين حتى في قبل البعثة، قبل مرحلة النبوة، ومع ذلك لم يستجيبوا لدعوته، ومع ذلك لم يؤمنوا بهذا الدين. وحتى لو أقيمت هذه الحجج فليس عندهم الاستعداد أن يدخلوا في هذا الدين أو أن يصدقوا، فحكى الله سبحانه وتعالى عنهم. هذه المواقف تبين تعنت الإنسان، تعنت الإنسان. وإصراره على موقفه، إصراره على كفره، إما من باب العناد وإما من باب الكفر، الكبر. فهذه الأمور تجعل الإنسان بعيد عن الحق. فيجب على كل مسلم في كل زمان ومكان، حتى بالمسلمين في علاقتهم فيما بينهم، أن يكون عنده الاستعداد الخالص لتفهم الآخرين، لأخذ ما هو صحيح ونافع من أي شخص كان، عدم التكلس بفكرة معينة، عدم التعصب لفكر معين، لعالم معين، لشخصية معينة. لا يتجمد الإنسان بفكر معين، لأنه بذلك يشبه الكفار المتعنتين الذين تحدث الله عنهم في هذا الجانب. هذا يعني إطلالة بسيطة أو حديث حول هذه الآية. وكان المحور الآخر الذي طلب مني الحديث عنه هو مسألة العلاقة القائمة بين القرآن الكريم وبين العلم. والعلاقة بين القرآن الكريم وبين العلم علاقة متينة وعلاقة قوية، ومسألة شائكة. فهذه القضايا من بين القضايا التي يدور حولها النقاش اليوم، وهي العلاقة بين القرآن الكريم وبين العلم، أو العلاقة بين الدين بشكل عام وبين العلم. بل إن غيرنا قد فكر في الصلة بين العلم والدين، وقدم وجهة نظره وعممها حتى صارت حقيقة كأنها الحقيقة في فكرنا اليوم. أضحى هذا التفكير سبيلهم إلى صنع تاريخ جديد أضفوا عليه من جميل الأوصاف ما أضفوا. يعني كثير من الناس الآن، وخاصة الذي حتى من بين المسلمين الذين تأثروا بالأفكار الشرقية كانت أو الغربية أو غيرها، يحاول أو من يحاول أن يفصل بين الدين وبين العلم، أو بين القرآن وبين العلم. فنحب أن نذكر إطلالة بسيطة للعلاقة بين القرآن الكريم وبين العلم. العلاقة بين الدين والعلم في ضوء القرآن تكون علاقة معرفية، تكون علاقة منهجية حضارية بالعودة إلى القرآن نفسه. إذن العلاقة وطيدة بين القرآن الكريم وبين العلم. هذا ما يبينه لنا الواقع، أو ما يؤكده لنا الواقع. فالعرب الذي جاء إليهم، أنزل الله إليهم القرآن الكريم، الذين غيروا وجه الأرض
الذين حكموا الأرض بعد أن كانوا محكومين، وسادوا مشارق الأرض ومغاربها بعد أن كانوا تابعين، إنما تغيرت أفكارهم وتغيرت عقيدتهم وتعلموا كذلك بواسطة القرآن الكريم. لذلك علينا أن نعيد الاعتبار للقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة تبعا لذلك، ليكون مركزيا في صناعة وعينا، في صناعة منهجنا، وذلك من خلال جعل القرآن مصدرا لتشكيل التصورات. يعني هناك مشكلة كبيرة وهناك فجوة كبيرة عند المسلمين، هو أنه يقيس هذه التصورات التي حصل عليها والتي اقتنع عليها من الأفكار الشرقية أو الغربية، ثم يقيس عليها القرآن الكريم، أو يحاول أن يجعل بينها صراعا بينها وبين القرآن الكريم، بل بالعكس على المسلم أن يكون ثابت ويتشكل من خلال التصورات، من خلال المفاهيم، من خلال القيم التي جاء بها القرآن. في هذا السياق الإشكال المطروح متعلق بكيفية التفكير في العلاقة بين الدين والعلم في ضوء القرآن الكريم، يقودنا إلى طرح مجموعة من الأسئلة، منها ما هي مبررات طرح هذا الموضوع في الحديث عن العلم، في الحديث عن القرآن وعلاقته بالعلم. مما يبرر طرح هذا الإشكال أننا نعيش اليوم في مرحلة حرجة، في صراع حضاري نحتاج فيه إلى الانتباه الشديد إلى محاولة تجريد المسلم من ثقافته سواء كان فردا أو جماعة، تجريد المسلم من قوته، تفكيك مرجعيته في تحديد تصوراته وأفكاره وفهمه للعالم بما حوله. الآن المسلمون مصابون بهزيمة نفسية أمام الشرق والغرب. نحن كمسلمين نعتقد جميعا أن غيرنا تقدم علينا، أن غيرنا أفضل منا في التعليم، في الحياة السياسية، في الحياة الاقتصادية، في الحياة الاجتماعية. وكثير من الناس، كثير من المستشرقين صور هذا الفكر أن سبب تخلف المسلمين، سبب فقرهم، سبب تراجعهم أنهم كونهم مسلمين فقط. حتى تأثر بعض الباحثين من المسلمين اليوم بهذا الكلام وبهذه الأفكار، وأصبح كثير من الناس في البلاد العربية والإسلامية من يطالب أو يقول بفصل الدين عن العلم أو فصل الدين عن الدولة، باعتقاد أن الدين هو الذي يقيد حركة المسلم، أن الدين هو الذي يجعل هذا المسلم إنسان متخلف، إنسان ضعيف. نعم، نحن نعترف أن الأمة الإسلامية في ذيل الحضارة اليوم، في آخر السرب، وأن العالم قد تقدم علينا شرقا وغربا، هذا شيء نعترف به. أن المسلمون اليوم هم أفقر الناس في العالم، أكثر الناس تخلفا، أكثر الناس مشاكلا، أكثر الناس صراعا، هذا شيء مسلم به. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذه المشاكل التي نعاني منها أمام الآخرين هل هي بسبب القرآن الكريم وبسبب الدين الإسلامي الحنيف؟ ولو لم يكن موجودا لكنا متقدمين مثل غيرنا. لا، للأسف كثير من الناس ينقل الصراع الذي دار بين الكنيسة سابقا في العصور الوسطى وبين العلم، يحاول أن يطبق ذلك ويربطها بالعلاقة بين القرآن الكريم وبين العلم، وهذا غير صحيح ولا يمكن أن ينطبق على تعاليم ديننا. حدث صراع، نعم، في العصور الوسطى بين الكنيسة وبين رجال العلم، نعم، لأنه وصلت إليهم تعليمات وديانات محرفة لم تتطابق مع العلم، فحصل هناك تنافر، حصل هناك تضاد بين الدين وبين العلم. فكانوا الناس ينادوا العلم وبفصل الدين عن العلم، وبفصل الدين عن الحياة الاجتماعية، وبفصل الدين عن العلوم والمعارف. لكن في الدين الإسلامي هذا غير صحيح، لا ينطبق. القرآن الكريم كان معجزا وما زال، قلنا في كما سلفنا الحديث عنه، في نظمه وأسلوبه وتركيبه وإلى آخره، ثم ما زال الإعجاز يتوالى في القرآن الكريم وسيظل. وهناك أشياء معجزة في القرآن الكريم يمكن لم يتم اكتشافها إلى اليوم، ستكتشف حديثا وهكذا، وسيظل هذا القرآن معجزا إلى قيام الساعة. كان الناس يدركون في وقتها إعجاز القرآن اللغوي،
بتركيبه ونظمه وبلاغته، ثم عرف الناس أنه معجز في الحديث عن الغيب، إما غيب الماضي أو غيب الحاضر أو غيب المستقبل. ثم جاء المشرعون وعرفوا وتحدثوا أن القرآن الكريم معجزا في تشريعاته، هذه التشريعات التي ما زالت صالحة 1444 سنة وستظل صالحة إلى قيام الساعة. الإعجاز العلمي الذي يظهر بين آونة وأخرى والحديث عنها متجدد مستمر وسيظل إلى قيام الساعة. إذن هذا الكتاب، هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، الذي أنزله الله سبحانه وتعالى منهج حياة يؤخذ منه العلم، يتعلم منه الناس، يستفيد منه الناس، ينطلق منه المسلم، لا يتعارض مع الحقائق العلمية. وما والحديث عن الإعجاز والجمعيات التي تحدث عن الإعجاز إنما تحاول إبراز مثل هذه القضايا التي يحاول البعض طمس معالمها، أو أن القرآن الكريم لا يتحدث عن هذا، أو يحاول أن يجعل القرآن الكريم في معزل وكأنه خاص يعني بالدروشة وناس دراويش لهذا القرآن، وإنما هو بعيد عن العلم. ولكن أثبت العلم الحديث غير ذلك، ليس بمقدور أحد في ضوء المعطيات الراهنة أن ينكر كون الأمة الإسلامية تعاني من التخلف الحضاري، لكن هذا التخلف جاء بسبب مخالفة المسلمين أنفسهم، مخالفتهم لأوامر الدين. حث القرآن الكريم على طلب العلم ورغب به وجعل طلب العلم عبادة من العبادات، ليس العبادات. كثير من الناس يعتقد أن العبادة مقتصرة على الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه هي الشعائر، هذه هي الأركان الدين، نعم، لكن ليس الدين مرتكز على هذه الأحكام أو على القيام بهذه الشعائر، بل حياة المسلم كلها عبادة. فالقرآن الكريم أول آية نزلت في القرآن الكريم اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ميز الله سبحانه وتعالى المتعلمين ورفع من شأنهم ورفع مكانتهم، فقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن هذا الدين، هذا القرآن يدعو إلى العلم، يحث عليه، جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، جعل طلب العلم عبادة مقدسة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. وطلب العلم لا يقتصر كذلك على العلوم الشرعية فحسب، سواء كانت مثل القرآن الكريم أو العلوم القرآن أو الدراسة الإسلامية أو غيرها والعربية، بل كل العلوم التي يستفيد منها الإنسان والتي يستفيد منها المجتمع تدخل في هذا الترغيب. فطلب أي علم عبادة من العبادات. فهل بادر المسلمون وتعلموا وعملوا بالأوامر القرآنية، الأوامر الإسلامية التي تحثهم على طلب العلم والخروج في سبيله؟ إذن هذا يبين موقف القرآن الكريم، موقف الدين الإسلامي من غيره من الديانات التي تصادمت أفكاره، تصادمت تعليماته مع النظريات العلمية الحديثة. القرآن الكريم تحدث عن أمور علمية أثبتها العلم أو جاء العلم وتحدث عنها وقد سبقها القرآن الكريم، ولفتة طيبة أن يهتم أناس وباحثون وأن تقام جمعيات للحديث عن هذا الإعجاز أنه متطور متقدم، لأنه مسألة تركيب القرآن وإعجازه اللغوي لم يعد اليوم هو المعجزة التي يقف الناس حولها حيارة. العالم الشرقي اليوم والعالم الغربي حول العالم كله يؤمن بهذه النظريات العلمية، فعندما تأتي نظرية علمية وتثبت له هذه الأبحاث وهذه الدراسات أن القرآن الكريم قد تحدث حول هذه القضية أو قد تحدث حول هذه النظرية، ونحن نعلم أنه حصل خلاف شديد حول مسألة الإعجاز العلمي بين مثبت وبين نافي وبين، لكن الأصح والأجمل والأفضل أن هناك نظريات علمية ثابتة القرآن الكريم سبق في الحديث عنها،
وبالتالي دخل كثير من الناس في دين الله أفواجا بسبب التقدم، بسبب الحديث عنها في القرآن الكريم. هذا النسق المعرفي الذي يثري بمقولاته، الذي يتحدث عنه القرآن، التي يبينها القرآن، الناس والمجتمع والباحثون حتى المسلمين تأثروا بها. هناك اتجاهات كثيرة عن علاقة الأديان بالعلم، هناك كثير باحثين سواء كان في الشرق والغرب والمستشرقين وحتى من المسلمين أنفسهم من يرى أن هناك تضادا بين العلم وبين الأديان بشكل عام، لكن نحن نقول أن هذا التضاد، أن هذا التعارض الذي يتحدث عنه البعض لا ينطبق على الدين الإسلامي، لا ينطبق على القرآن الكريم، لأن ديننا دين علم، دين يحث على العلم، يرغب في طلب العلم. كثير من الآيات التي أكدت هذه الأشياء وكثير من الأحاديث النبوية التي تحدثت عن هذه استخدامكم شبكة زين. الانسجام بين القرآن الكريم وبين العلم، سواء كانت هذه العلوم اجتماعية أم علمية أم غيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والمعذرة على الإطالة وأي تقصير، وخالص شكري وتقديري للجمعية الأردنية للإعجاز العلمي للقرآن الكريم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله دكتور عادل، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا عن هذه المعلومات الطيبة والوصف الجميل واللغة المعبرة عن الإعجاز في الكون والإعجاز في القرآن الكريم. هذا الجانب العام. أما الجانب الخاص فلو حدثنا بارك الله فيكم عن الإعجاز في الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك ويسألونك حتى قال الله سبحانه وتعالى والجبال أوتادا، قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش، قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وكأن الجبال هي كائن حي يخشع ويتصدع لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه أكثر من 40 موضعا في القرآن الكريم تحدثت عن الجبال، فلو عرجت بنا بارك الله فيكم عن هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا. حفظك الله ورعاك دكتورنا الحبيب. من منهج القرآن الكريم يا سيدي أن القرآن الكريم تحدث عن الأشياء الكونية، عن الكون من حولنا، وأمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالنظر حولنا عن الجبال وعن السماء، فأمرنا الله سبحانه وتعالى في التفكر في هذه المخلوقات العظيمة، وأن هذه وذكر منها الجبال الراسية كما أسلفت حضرتك في ذكر هذه الأمور، وأن هذه الجبال العظيمة الشاهقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لكي تثبت الأرض وتمنعها من التحرك وتثبتها فتكون راسية، ذكرها كما أسلفت كذلك أن هذه الجبال تخشع كما جاء في قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكما أسلفت شبهها بأنها كائن حي. هذه الجبال التي نراها حولنا، هذه التي تخشع لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا الكون الفسيح بسمواته وجباله وأرضه وبحاره، كل هذه الجبال التي تسلم لله سبحانه وتعالى وتسبح له وتقدس له، هذه المخلوقات المعجزة من ذكر القرآن الكريم ولفت انتباه الإنسان إلى التفكر بهذه المخلوقات العظيمة حتى تكون دليلا على إيمانه، حتى أن المشركين كما أسلفنا في بداية الحديث عنها طلب أن تحرك هذه الجبال من مكانها، وكأنه أمرا يعني مستحيلا أن تبتعد
أو أن تتحرك أو أن تذهب من مكانها، بينما قد تحدث الله عنها أنه من أحداث وتغيرات يوم القيامة، أن هذه الجبال تطير وتكون كالصوف المنفوش من خفتها بعد أن كانت راسية قوية ثابتة بهذه الأحجام العظيمة التي نراها تتحول إلى صوف متطاير. تحدى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أو طلبوا منه هذه المعجزة أن يزيحوا هذه الجبال العالية، وكأنها أمرا مستحيلا لا يستطيع القيام به. فالقرآن الكريم يأمرنا بالنظر والتأمل بكل ما هو حولنا. القرآن الكريم العظيم أنه لا يؤمرنا بالتسليم، أو لا يدعونا بالتسليم بالأمور بدون الإيمان اليقيني أو المنطق أو العقل، بل يأمر الإنسان أن يستعمل عقله وأن يستعمل فكرة وأن يتأمل بما حوله بهذه الجبال الراسية وحركتها القوية وكل ما هو موجود في هذا الكون. بارك الله فيكم أستاذنا الكريم. يبدو أن هناك صعوبة في الاتصال، لذلك نعتقد أن هناك خطأ في الاتصال أو صعوبة فيه، فلذلك نقول وبالله التوفيق أن هناك كثير من الإخوة يريدون أن يسألوا أسئلة أو يضيفوا إضافات، نفتح المجال لهم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وتفضلوا. مين في حد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي دكتورة نبيلة. نعم، بوركتوم، أشكر دكتور المحاضر، وفي الحقيقة أنا يعني أحب من عادتي أنني أتحدث عن الإيجابيات، ولكن اسمحوا لي اليوم أن أتجاوز عادتي تلك. يعني ربما كنت أتوقع أن نسمع كلمة أو كلاما خاصا عن الإعجاز بما يتعلق بالموضوع المطروح، لكن ما سمعناه كان كلاما عاما ولم يتناول لفتات إعجازية تذكر. وما دمنا نتحدث عن القرآن الكريم ولغته العظيمة، فإنني أتمنى لو كانت لغة المحاضر تخلو من اللحن المتكرر والواضح في هذا أثناء حديثه. كما أنني يعني أود أن أشكر الدكتور مقدم المحاضرة، لأنه في تعقيبه حاكم وددت قوله، طبعا حسب الموضوع الإعجازي والتحدث عن الجبال وكذا، لكن طبعا هذا الموضوع يتطلب تحضيرا خاصا متعمقا من قبل المحاضر، فلذلك لم يكن الجواب شافيا، وإن كان يعني الاتصال قطع، لكن ما سمعناه على الأقل يعني كان ليس هو الكلام الذي نحن كنا نود أن نسمعه أو نصغي إليه ويخوض فيه المحاضر. شكرا للجمعية وشكرا للدكتور المحاضر وشكرا للأخ. بالنسبة لموضوع المحاضرة جله يجب أن يكون عن الجبال والإعجاز الذي فيها وعن عبودية الجبال وسجود الجبال وثبات الجبال. وهذه الجبال الله سبحانه وتعالى وصفها بالشكل ووصفها بالوظيفة، وصفها بالشكل كيف هي الجبال راسيات وكذا، وكيف أنها تثبت وكيف أنها تسجد، وأن الله سبحانه وتعالى سخرها وتسبح لله سبحانه وتعالى. قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل هذا الجبل الراسخ الكذا لرأيته خاشعا، فما بالك أيها المؤمن أو أيها الإنسان إذا كان الجبل يكون متصدعا خاشعا
من خشية الله سبحانه وتعالى عندما ينزل عليه هذا القرآن. فما بال الإنسان يكون متعنتا ولا يقبل ولا يتأثر بهذا القرآن الكريم. نحن نقول هناك آيات كثيرة، وذكرت أنها أكثر من أحصاها المفسرون أكثر من 40 آية تحدثت عن الجبال في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. طبعا الجبال والطير وألنا له الحيط، كل شيء صلب صلب وفي صعوبة. هذه الطيور التي تطير في السماء وتكون مسافتها بعيدة عن منال الإنسان، أيضا الجبال يعني مجرد صعود الجبال، مجرد صعود الجبال يكون صعبا. حتى أن يعني في سورة الكهف قال الله سبحانه وتعالى عن ذي القرنين، قال أنه ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بالنسبة لي فلم الآية الكريمة: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال فما استطاعوا أن يظهروه، فما استطاعوا أن يظهروه لأنه هو صعوبة أن يصعدوا عليه. قال وما استطاعوا له نقبا، باب أولى يكون فيها حرف زيادة، وما استطاعوا يعني فيها من الإعجاز. هذا عن سور، فما بالك عن الجبال نفسها وفيها إعجاز، وفي داخل الأرض في هذه وكم هي تثبت هذه الجبال، تثبت الأرض أن تميد بكم وأنهار وسبلا لعلكم تعقلون. إذن هناك آيات كثيرة موجودة في القرآن الكريم، وإن شاء الله يعني من خلال المناقشة نتحدث عنها إن شاء الله. الإخوة الكرام، من يريد أن يعلق أو يفيدنا بارك الله بكم. فقط أريد أن أنوه بأن القرآن يعلو ولا يعلى عليه، يعلو، يعني أرجو تثبيت هذه الكلمة. نعم، لأنها وردت يعلى ولا يعلى عليه، هي يعلو ولا يعلى عليه. شكرا. طيب بارك الله فيكم، يعني صحيح، ونحن كثير في يعني في أحاديثنا نتكلم باللهجة العامية والمحكية ولا بأس في ذلك. وأستاذنا لاحظت أنه يعني عنده علم في اللغة العربية ومتحدث لبق، واستطاع أن يصل إلى قلوبنا بالمعاني التي أراد أن يوصلها إلينا. نعم. طيب أنا أريد أن أسأل، وأستاذنا الفاضل بارك الله بكم، أستاذ عادل، الله سبحانه وتعالى جعل كأن هذه المخلوقات كأنها كائن حي، وهذا الكائن الحي يسجد لله سبحانه وتعالى ويخشع، وليس أي كائن، هو كائن مؤمن. يعني الكائنات ممكن تكون دواب، ممكن تكون إنسان، ممكن تكون جن، ممكن تكون ملائكة، وكأن هذه الكائنات هي لا تعصي الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: إذ قال ربك، قال الله سبحانه وتعالى للملائكة، اللهم صل على سيدنا محمد، تقول الآية: اتيها طوعا أو كرها عن السماوات والأرض، اتيها طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، يعني لا يستطيع أن يعصي الله سبحانه وتعالى، أتينا طائعين. من طبيعة هذه الكائنات أو هذه المخلوقات أن لا تعصي الله سبحانه وتعالى، كأنها من جنس الملائكة حتى لا يأخذها أحد عليه. تفضل أستاذي. أحسنت أستاذنا. وردت كثير من الآيات في القرآن الكريم تتحدث عن أن هذا الكون الفسيح بما فيه من سماوات وجبال وبحار وأشجار أنها كلها خاضعة لله. وفي هذه الآيات وفي هذه التعبيرات في الآيات القرآنية لفتة لهذا الإنسان ألا يتكبر وألا يغتر، هذا الإنسان بعبادته التي يقدمها، التي يقوم لها أو التي يقوم بها لله سبحانه وتعالى، وأن عبادته لا تساوي شيئا أمام هذه الكاهنات العظيمة كلها التي تسبح لله. فقد ورد ذلك في أكثر من آية تتحدث عن تسليم كل ما في السماء وكل ما في الأرض لله سبحانه وتعالى،
وأنها تسبح له وأنها تسبح له وأنها تستسلم له وأنها لا تخرج عن طوعه هذه المخلوقات العظيمة من حولنا. هذه الآيات وردت فيها تنبيهات ولفتات لهذا الإنسان، للإنسان البسيط، الإنسان الضعيف الذي لا يساوي شيء أمام هذه الكائنات العظيمة الكبيرة، بأنه أيضاً عبادته لا تقارن بهذه العبادات، كما ذكرت حضرتك أنها أشبه بعبادة الملائكة، فهي لا تعصي ولا تخالف أوامر الله سبحانه وتعالى، فكأنها من باب التنبيه ولفت انتباه الإنسان أن ينظر إلى ما حوله بأنه كله مسلماً لله جل وعلا. بارك الله فيكم سيدي وجزاكم الله خير، وأحسنت سيدي، أحسن الله إليك وإلى والديك. آمين وإياكم. هل من الإخوة من يريد؟ طيب يا سيدي، هناك ذكر للجبال في القرآن الكريم، وقال الله سبحانه وتعالى عن الجبال أنه تكون شاهدة على ظلم الإنسان أو على تعنت الإنسان، حيث قال عن قصة ابن نوح، قال وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزي يا بني اركب معنا ولا اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فكانت شاهدة على هلاك القوم الظالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون شاهدة على هلاك القوم الظالمين هذه الأيام. وكانت أيضا شاهدة على مهارة قوم صالح، قال وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وهذه الجبال يعني تحدث الله علي عنها وأعطانا من مكنوناتها، بحيث أن هذه الجبال كانت سبباً في أننا نحبها وتحبنا نحن المسلمين. أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. نعم، في مثل هذا الموضوع أرجو أن من أستاذنا الفاضل أن يعلق على عينه. نعم، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. دكتور عادل، طيب انقل. طب الآن ما دام أن هناك مشكلة في الصوت والاتصال، ننقل الميكروفون لأستاذنا الفاضل المهندس عادل، المهندس حاتم البشتاوي رئيس الجمعية، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. تسمعني؟ نعم نعم. تسمعني؟ هل السماع؟ هل السماع؟ هلو هلو، هل تسمعني دكتور؟ نعم نعم، نحن هنا نسمعك. نسمع. دكتور عادل تسمعنا؟ هل تسمعني؟ سأتكلم الآن. نحن نسمعك هنا. نعم. هلو هلو هل تسمعني دكتور عادل؟ هل تسمعنا دكتور حاتم؟ المهندس حاتم يتكلم، هل تسمعني؟
سيدي المهندس عادل، أن نحن المهندس حاتم رئيس الجمعية، تفضل نحن نسمعك. ألو، نعم ألو، مهندس حاتم نحن نسمعك، تفضل. ألو، هل تسمعني؟ مهندس نحن نسمع، تفضل مهندس. صوتك واضح، تفضل مهندس. اسمح لي مهندس حاتم، صوتك واضح يصلنا بوضوح. طبعا هذه المداخلة بعد إذن المحاضر، يعني تفضل. طيب يلا خلص، خلني أتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامي للدكتور عادل، حياه الله، وأنا ما أشكرك على هذه المحاضرة القيمة، ولكن أنا للأسف ضاع علي ما استطعت أفتح الجهاز، والآن يعني في اللحظات الأخيرة استمعت وأتكلم مع الدكتور محمود عن الجبال. الجبال في القرآن يعني مادة ضخمة، ذكرت في 38 آية في القرآن وعشر آيات في الجبال الراسيات، كأننا نتكلم إحنا بحوالي 48 مرة ذكر الجبال في القرآن. والجبال يعني سبحان الله العظيم، يعني كما تكلم أخي الدكتور عن أحد يشهد، يحبنا ونحبه، يحب رسول الله، الجبال تحب المؤمنين وتحب رسول الله وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلنا علاقة وثيقة بين الأرض والجبال كلها تخشع لله. فالسجود الكوني لله، يعني الله سبحانه وتعالى يسجد لهما في السماوات وفي الأرض، ويخشع لهما في السماوات والأرض، ويقنط لهما في السماوات والأرض، كل إليه راجعون، كل إليه منقلبون. فالكون بكامله ساجد لله عز وجل، والبشر الآن نحن جزء من هذه المنظومة الكونية، إحنا أقله عددا وحجما ووزنا، ولكن عند الله سبحانه وتعالى لها المقام العظيم، لأن الجنة خلقت لهم، والسماوات والأرض في خدمتهم، والنجوم والكواكب والجبال كلها في خدمة هذا الإنسان. نحن لا نستطيع أن نشبع من ظلال الآية التي أتحفنا بها، وهي يعني كل آيات القرآن معجزة، ولكن هذه معجزة الجبال يعني لا نستطيع أن نوفيها حقها. أشكر إخواني وأخواتي الحضور الكرام على هذا اللقاء الطيب المبارك، ونحن اليوم نسجل الحلقة رقم 200 محاضرة تمت في أروقتنا، حضرها الجمهور الكريم من إخواننا وأخواتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك جهودهم، أن يجعل الخالص الوجه الكريم، وأتأمل في المرات القادمة كل أخوة أخر يحضر معه من يحب من إخواني أو أخواتي للمشاركة في هذه الفعالية. وبارك الله فيكم، وأشكر أخي أهل اليمن، أهل اليمن السعيد، نسأل الله أن يفرج كربهم، وبارك الله فيكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في نهاية هذا اللقاء نشكر أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور عادل الحيدان، حفظه الله ورعاه وأمد في عمره بالخير، ورضي عنه وعن والديه إن شاء الله، ونشكر جميع الحاضرين، جزاكم الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، سواء من حضر أو من استمع إلى التلفزيون أو من استمع إلى المحاضرة أو من حاضر فينا، بارك الله فيك وأجزل له المثوبة، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.